السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء. فهاد الحلقة هذه تاع اليوم غادي نقدم لكم فيها واحد الوصفة خاصة بالناس اللي كيطيح لهم الشعر من القدام، يعني بزاف ديال النساء وبزاف ديال هاد الوصفة هذه حتى الرجال، ماشي مشكل تعالج الصلع اللي كيكون في القدام ديال الشعر. المكونات اللي غادي تحتاجوا فيها كيف ما كتشاهدوا، غادي تحتاجوا فيها غير العظم ديال التمر، ماشي التمر كامل، غادي تحتاجوا غير العظام ديال التمر. فين ما كليتوا التمر ممكن تحتفظوا بالعظم ديالو كيف ما كتشاهدوا. العظام ديال التمر فيهم بزاف ديال الفوائد كينفعوا الجسم ديالنا، ما تبقاوش تخلصوا من العظم ديال التمر. الطريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه هذه سهله، غادي ناخذوا الكميه المناسبه اللي عندنا ديال العظومه تاع التمر، وغادي نديروهم في الشمس واحد يومين حتى تينشفوا، وغادي احبائي الاعزاء دوزوهم يا اما في المقله، اما يستحسن انكم ديروهم في الفران حتى يتحرقوا مزيان يعني يوليو كحلين، وغادي تخليهم تيبردوا واحد شويه، وغادي تطحنوهم في المولينيكس باش تحصلوا على واحد البودره رطبه. هذيك البودره غادي تزيدي عليها سيداتي تزيدي عليها زيت العود يعني زيت الزيتون، وغادي تخلي هذيك الزيت ديما تبقاي ديريها دهني بها المنطقه اللي تيطيح لك فيها الشعر. وإلا كان عندكم احبائي الاعزاء الشعر كيطيح بزاف، ممكن هاد الوصفه هذه تزيدوا عليها زيت ديال الخرواع، لان زيت الخرواع كيساعد بزاف تيحد من التساقط ديال الشعر. وان شاء الله الا استمرتي على هاد الوصفه هذه ديريها يوميا، حتى تقريبا ديريها يوميا يوميا سيمانه، وفي الاخر ديال السيمانه تمشي للحمام وتكرري ثاني هاد العمليه هذه حتى تشاهدي بان هذيك البلاصه بدات ينوض فيها الزغب وحصلتي على النتيجه اللي بغيتي. كنتمنى احبائي الاعزاء الا ما فهمتوش شي حاجه ممكن تخليو الاسئله ديالكم في لي كومونتير، ونتمنى ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالدعوات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وتسجلوا عندي في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه جديده باذن الله.